لو انت شغال في احدى شركات بتصل تشيبس وعايز تعرف وزن الكيس بتاعك بيطلع مظبوط ولا في مشكلة، لانه لو زيادة الشركة بتاعتك هتخسر، ولو قليل فالعميل بتاعك هيسيبك. اتفرجت على الحلقة بتاعت اللي فاتت وجات لك فكرة انك تاخد عينة عبارة عن 20 كيس وتوزنهم وتحسب متوسط وزن الكيس، ولحسن الحظ المتوسط طلع لك 100 جرام. قلت هايل، بس انت عارف ان المتوسط لوحده كلمة مضللة وملهاش اي معنى، ولازم تحسب الحرف المعياري اللي بيبين لك اوزان اكياس البطاطس كلها قريبة فعلا من المتوسط ده ولا بعيد عنه. فانت قررت تحسب الانحراف المعياري، حسبت الانحراف المعياري زي ما عملنا الحلقة اللي فاتت وطلع لك الانحراف المعياري 5 جرام. معنى كده ان 68% من اوزان اكياس البطاطس موجودة في رينج اول انحراف معياري، او تقدر تقول ان وزنها محصور ما بين 95 جرام ل 105 جرام، و 95% موجودين في 2 انحراف معياري، او اوزانهم محصورة ما بين 90 جرام و 110 جرام. فانت قلت ان كده عظم قوي وان المكان بتاعك شغال زي الفل، بس العميل بيفتح الكيس بيلاقيه مليان هوا، والفيدباك بتاع الشركة سيء جدا، وكل اللي حصل ان حضرتك اخدت عينة مش مظبوطة، والمتوسط اللي انت حسبته مش هو المتوسط الحقيقي لكاس البطاطس، وترتب عليه ان الانحراف المعياري هو كمان طلع غلط، والشركة بتخسر بسببك يا استاذ، وانت لازم تترفد. بس عشان ما ترفدش والكيس بتاعك ما يبقاش مليان هوا، لازم تتفرج على الحلقة دي لحد اخرها. السلام عليكم. مبدئيا لو انت ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت او حاسس انك ناسيها، لازم ترجع تتفرج عليها الاول عشان ما تقعش مننا. انما بقى لو انت من بتوع الفكره العامه واهم حاجه عندك المضمون، فكمل يعني مش هيقع منك كتير. بس تعالى نسيبنا من مثال اطول الشعب المصري اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت، ومن مثال البطاطس اللي قلته في الانترو، وتعالى نلعب في منطقه الفلوس، لان هي دي اللي هتجيب رجلك. لو انت خريج حاسبات ومعلومات او هندسه اتصالات وسمعت ان في وظيفه حلوه جدا في مايكروسوفت، وانت مش مهم عندك اسم الشركه قد ما هو مهم هيقبجوك كام. فانت بدل ما تسال اتش ار عن المرتب ويبان فيها ان اهم حاجه عندك الفلوس وانك رمضان صبحي في نفسك، قررت تعمل اور ونزيه ومفتح، وقلت ان الفلوس دي او الرواتب متغير عشوائي بيخضع للتوزيع الطبيعي. فانت هتاخد عينه من مرتبات الناس اللي شغاله في مايكروسوفت وتحسب المتوسط بتاع مرتباتهم والانحراف المعياري، وبالتالي انت هتعرف انت هتقبض قد ايه بالظبط. رحت سيليكون فالي في كاليفورنيا ودخلت شركه مايكروسوفت واخترت 10 موظفين بشكل عشوائي، وقلت تحسب متوسط مرتباتهم والانحراف المعياري. خدت المرتبات وجمعتهم وقسمتهم على عددهم، طلع لك ان المتوسط 10 مليون دولار. فانت قلبك اكتر من الفرحه، ده بانها هتزهزه. لكن عشان تطمن اكتر قلت انك لازم تحسب الانحراف المعياري عشان تعرف المرتبات فعلا قريبه من المتوسط ده ولا بعيد عنه. جيت تحسب الانحراف المعياري لقيته 31 مليون دولار، وده معناه ان 68% من الناس اللي شغاله في مايكروسوفت بيقبضوا متوسط مرتب 10 مليون دولار موجب او سالب 31 مليون دولار، و95.5% من الناس اللي شغالين بيقبضوا متوسط 10 مليون دولار موجب او سالب 62 مليون دولار. جيت تضيف ال 31 مليون لل 10 مليون طلع لك 41 مليون. ابتسمت ابتسامه بلهاء، لكن لما جيت تطرحهم من المتوسط طلع لك سالب 21 مليون. قلت ايه ده، في ايه؟ هو في احتمال يكون في ناس شغاله في مايكروسوفت وهي اللي بتدفع للشركه؟ ونفس الكلام لقيته حاصل مع المرتبات اللي موجوده في 2 انحراف معياري. قلت يا مالها بردت كده ليه؟ هو انا جاي ادفع للشركه؟ لكن مش معقول طبعا يكون في ناس بتشتغل في الشركه وهي اللي بتصرف عليها، اكيد انت اللي عامل حاجه غلط، وزي ما وديت شركه البطاطس في داهيه شكلك كمان هتضيع مايكروسوفت، انت برضو اخترت عينه غلط، والمتوسط بتاعك هو كمان طلع غلط، وبالتالي الانحراف المعياري هو كمان طلع مش مظبوط، والتوزيع اللي انت عامله اساسا كله بلح، ومش هو ده توزيع الرواتب اللي بتخضع عليه شركه مايكروسوفت. ولو سالت موظفين شركه مايكروسوفت فرد فرد، مش هتلاقي موظف واحد فقط مرتبه قريب من المتوسط اللي انت حسبته. كل اللي حصل انك اخترت 10 موظفين كان من ضمنهم بيل جيتس نفسه اللي مرتبه الشهري بيوصل ل 100 مليون دولار، وبالتالي رفع لك متوسط المرتبات في الفاضي. ولو جيت تشوف توزيعه المرتبات هتلاقي المرتبات كلها اللي انت اخدتها بعيده جدا عن المتوسط ومش بتتوزع حواليه. معنى كده ان المتوسط اللي انت حسبته ده متوسط وهمي مش بتاع الشركه اساسا. طب وبعدين ايه الحل؟ هل الحل يكمن انك تستبعد بيل جيتس؟ لا طبعا، وانت ايه عرفك ان ده بيل جيتس اساسا؟ دي عينه عشوائيه المفترض. ثانيا، ما ينفعش يكون عندك تحيز وانت بتختار العينات، ده اسمه تلاعب في النتائج. وارد يكون في اشخاص ثانيه بيقبضوا نفس المرتب وانت ما تعرفهمش، وكده مفيش قدامك غير حل من اتنين.
الاول مش لطيف قوي، وهو انك تفوت على الشركه فرد فرد وتعرف مرتباتهم، وبالتالي هتقدر تحسب المتوسط الحقيقي، بس ده هيخليك تبذل مجهود كبير جدا وتتحوج للاتش ار. الحل الثاني، وهو الحل الالطف، انك ما تشوفش توزيعة الرواتب، انت تشوف توزيع متوسط الرواتب، لانك حتى لو اخدت عينه غلط والرواتب نفسها كمتغير لا يخضع للتوزيع الطبيعي، فالمتوسطات كده كده لازم تخضع للتوزيع الطبيعي. طلاسم، انا بقول طلاسم، بس بتهيالي الوظيفه تستاهل. فاكر الزهر بتاع الحلقه اللي فاتت؟ تعالى برضه نجيبه ونرميه الحلقه دي. لو رميت الزهر انت معاك 6 ارقام ب6 احتمالات كلهم قد بعض، مفيش رقم له فرصه ظهور اكبر من الرقم الثاني، كل رقم فيهم ليه احتماليه ظهور 1 على 6 او 16%. عشان كده التوزيع ده بيسموه التوزيع المنتظم زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، لان كل الاحتمالات فيه قد بعضها. متوسط الزهر هو عباره عن مجموع الارقام اللي عليه مقسوم على عددهم، يعني هيطلع لك متوسط الزهر ب3.5، وده المتوسط الحقيقي للزهر اللي مفيش خلاف عليه. وبرغم ان 3.5 ده هو المتوسط الحقيقي للزهر، الا ان 3.5 كرقم مش موجود على الزهر اساسا، وده بيبين لك ان المتوسط لوحده كقيمه ملوش اي دلاله. لكن عشان يبقى مفيد لازم تحسب الانحراف المعياري اللي بيبين لك نسبه العينات القريبه للمتوسط. بس حتى الانحراف المعياري في الحاله دي مش هيبقى له اي دلاله، لان انت ما عندكش توزيع طبيعي، اللي عندك توزيع منتظم كل الاحتمالات فيه قد بعضها. بس الحاجه الوحيده اللي انت واثق ومتاكد منها ان المتوسط بتاع الزهر هو 3.5. تعالى بقى وافترض انك ما تعرفش الارقام اللي موجوده على الزهر بتاعك، وعشان تعرف المتوسط بتاعه لازم تاخد عينه. وعشان تاخد العينه بتاعتك جيت رميت الزهر 6 مرات، طلع لك مرتين 2 ومرتين 1 ومره 4 ومره 5، جيت تحسب المتوسط لقيته 2.5. بس مش ده المتوسط الحقيقي بتاع الزهر، ده المتوسط اللي طلع لك من العينه اللي انت اخدتها، واللي انت اعتقدت ان هو المتوسط الحقيقي لانك ما شفتش كل وشوش الزهر، ما شفتش غير العينه اللي انت اخدتها. لكن تعالى بقى وجرب، بدل ما ترمي زهر واحد وتشوف المتوسط بتاعه، ترمي زهرين وتشوف المتوسطات اللي هتطلع لك. الزهر الاول في 6 ارقام، وكل رقم من الستة دول ممكن يطلع مع اي رقم من الستة بتوع الزهر الثاني. يعني انت معاك 6 احتمالات بتوع الزهر الاول في 6 احتمالات بتوع الزهر الثاني، يعني 6 أس 2 أو 36 احتمال. يعني العينة اللي معاك بتضم 36 احتمال. بس في مشكلة، العينة اللي معاك فيها رقمين، رقم جاي من الزهر الاول ورقم جاي من الزهر الثاني، وبالتالي انت مش هتقدر تدرس احتمالية ظهور رقم معين، انت هتدرس احتمالية ظهور المجموع او ظهور متوسط معين. يعني في الحالة دي مش هتدرس توزيع الارقام، انت هتدرس مجموع او متوسط الارقام اللي هتطلع لك. وتعالى نشوف ازاي. اندر احتمالية ممكن تطلع لك لما يكون مجموع الزهرين بيساوي 2 او متوسط مجموع الزهرين بيساوي 1، لان الاحتمالية دي ما بتظهرش غير بطريقة واحدة، ان الزهر الاول لازم يكون 1 والزهر الثاني لازم برضه يكون 1، يعني احتمالية ظهورها 1 على 36 او 2%. او تقدر تقولها بمعنى تاني، ان احتمالية ان المتوسط الحقيقي للزهر يكون 1 تقريبا 2%. طيب تعال نشوف لو مجموع الزهرين بيساوي 3 او متوسط المجموع ده بيساوي 1.5، هتلاقي ان الاحتمالية دي بتظهر لك بطريقتين، يا اما الظهر الاول يطلع لك 1 والظهر الثاني يطلع لك 2، او الظهر الاول يطلع لك 2 والظهر الثاني يطلع لك 1. يعني احتمالية ظهور متوسط 1.5 بتساوي 2 على 36 او 5%. او تقدر برضو تقولها بمعنى تاني، ان احتمالية ان المتوسط الحقيقي للظهر يكون بيساوي 1.5 تقريبا 5%، ودي نسبة اعلى من النسبة اللي فاتت. يعني متوسط 1.5 له احتمالية اكبر ان هو يكون المتوسط الحقيقي عن متوسط 1، وهتلاقي ان النسبة عمالة بتزيد معاك كل ما المجموع زاد وكل ما المتوسط زاد، لحد ما توصل لمجموع 7 او متوسط 3.5، هتلاقي ان ده له اعلى احتمالية واعلى نسبة، لان الاحتمال ده بيجي ب6 طرق مختلفة، يعني احتمالية ظهوره 6 على 36 او 16%، وهتلاقي ان النسبة بترجع تقل تاني لحد ما توصل ل2% من جديد لو المجموع بيساوي 12 او المتوسط بيساوي 6، لانها برضه ما بتظهرش غير بطريقة واحدة، وهي ان الظهر الاول يكون 6 والظهر التاني بيكون 6. يعني لو خدت بالك هتلاقي ان متوسط 3.5 له اعلى نسبة واعلى احتمالية ان هو يكون المتوسط الحقيقي. ولو خدت بالك برضه هتلاقي انك كل ما بعدت عن 3.5 الاحتمالية بتقل معاك، لحد ما توصل لأقل قيمة عند احتمالية متوسط بيساوي 1 او احتمالية متوسط بيساوي 6. يعني المتوسطات بتاع الظهر بتخضع للتوزيع الطبيعي. طب تعالى المرة دي وما ترميش ظهرين، ارمي 3، هتلاقي ان العينة معاك المرة دي بقى جواها 216 احتمال مش 36 زي اللي فاتت. ولو جيت تشوف توزيعهم هتلاقي نفس الكلام،
اعلى احتماليه لمتوسط 3.5 واقل احتماليه لمتوسط 6 ومتوسط 1، وان في الحاله دي برضو التوزيع بيكون توزيع طبيعي. انت ملاحظ ومدرك اللي بيحصل؟ الظهر بتاعك الاساسي كان توزيعه منتظم، لكن لما بدات تاخد اكتر من ظهر وتشوف المتوسطات التوزيع بقى توزيع طبيعي. يعني لو معاك متغير توزيع غير طبيعي، متوسطات المتغير ده لازم تخضع للتوزيع الطبيعي. وحد هيقول لي طب ايه الفرق ما بين الظهرين وما بين الثلاثه ما دام اديك متوسط 3.5 وده مديك برضو متوسط 3.5؟ هقولك لا طبعا، الاختلاف موجود بس انا اللي خبيته عليك بمزاجي. الاختلاف ما كانش في المتوسط، الاختلاف كان موجود في الانحراف المعياري. طب ايه هو بقى اللي اختلف في الانحراف؟ وخد بالك ان الانحراف هنا بيحسب مقدار تشتت المتوسطات عن متوسط المتوسطات، مش مقدار تشتت الارقام عن المتوسط بتاعها. عشان كده في الحالة دي بيسموه الخطأ المعياري مش الانحراف المعياري، لكنه بيتحسب بنفس الطريقة. في حالة الظهرين كان معاك 36 عينة ب 36 متوسط. اطرح بقى المتوسطات دي من متوسط المتوسطات اللي هو 3.5، بعد كده ربحهم واجمعهم واقسمهم على عددهم وخد الجذر التربيعي للناتج اللي معاك. زي بالظبط ما عملنا الحلقة اللي فاتت في حالة الانحراف المعياري، هيطلع لك ان الخطأ المعياري بيساوي 1.2، يعني تقدر تقول ان 68% من المتوسطات موجودة في رينج اول انحراف معياري، او تقدر تقول انها محصورة ما بين 2.3 ل 4.7. او بمعنى تاني الطف، تقدر تقول ان المتوسط الحقيقي للظهر اللي انت ما تعرفوش بنسبة 68% موجود ما بين 2.3 ل 4.7، وبنسبة 95% موجود في 2 انحراف معياري. يعني بنسبة 95% المتوسط الحقيقي بتاعك محصور ما بين 1.1 ل 5.7. في حالة المنحنى الثاني، انت معاك 216 عينة ب 216 متوسط، ولو جيت عملت نفس اللي عملته في حالة الظهرين وحسبت الخطأ المعياري، هيطلع لك ان الخطأ المعياري 9.10 مش 1.2، اقل. يعني بنسبة 68% المتوسط الحقيقي محصور ما بين 2.6 ل 4.4، وبنسبة 95.5% المتوسط الحقيقي محصور ما بين 1.7 ل 5.3. لو لاحظت الفرق ما بين الاثنين، هتلاقي ان كل ما زاد عدد العينات كل ما الخطأ المعياري بقى اقل، وكل ما تشتت المتوسطات بقى اقل. يعني تقدر تتوقع المتوسط بشكل ادق. يعني 4 ظهر بقى معاك عينات اكتر وخطأ معياري اقل وثقة اكبر في المتوسط، 5 ظهر بقى معاك عينات اكتر واكتر وخطأ معياري اقل واقل وثقة اكبر واكبر في المتوسط. يعني كل ما زاد حجم العينة الخطأ المعياري بيقل، وبيقل الرينج اللي بتشك ان المتوسط الحقيقي موجود فيه، وبالتالي تقدر تتوقعه حتى لو ما تعرفش العينة الاساسية بالكامل. يعني انت مش شرط تعرف كل الارقام اللي على وش الظهر عشان تقدر تحسب المتوسط، انت ممكن تاخد عينات للمتوسطات تقدر تعرف بيها المتوسط الحقيقي بتاع الظهر. قيس على كده بقى كل حاجه، انت مش محتاج تاخد قيم الشعب كله عشان تقدر تحسب المتوسط بتاعه، انت ممكن تاخد مجموعه من العينات وتحسب متوسط كل عينه، بعد كده تحسب متوسط المتوسطات دي، وبعدها ترجع تشوف انحراف المتوسطات عن متوسط المتوسطات او الخطأ المعياري، وساعتها بقى هتقدر تعرف الرينج اللي موجود فيه المتوسط الحقيقي. وعلماء الاحصاء اتفقوا ان رينج او الخطأ المعياري بيسموه فترات الثقه اللي بنسبه 68% صحيح او ال 68% كونفيدنس انترفال، والرينج اللي موجود في 2 خطأ معياري بيسموه فترات الثقة اللي بنسبة 95.5% صحيحة او ال 95.5% كونفيدنس انترفالز. طب تعالى بقى نرجع لشركة مايكروسوفت عشان تشوف التطبيق وتشوف الجمال كله. انت المتوسط معاك طالع مش مظبوط، ومش عارف المتوسط الحقيقي لمرتبات الشركة، ومستقبلك بيضيع واحتمال تبقى عاطل وتتاجر في المخدرات، فلازم تعرف المتوسط الحقيقي عشان تقدر تقرر هتقبل الوظيفة ولا مش هتقبلها. فانت قدامك طريقة من 3 طرق. الاول، بدل ما تاخد عينة واحدة وتحسب لها المتوسط، انت تاخد مجموعة من العينات وتحسب لكل واحدة فيهم المتوسط، وتحسب متوسط المتوسطات دي والخطأ المعياري. يعني كل اللي هتعمله هتاخد لك عينة بمرتبات 10 افراد من الشركة وتحسب المتوسط بتاعهم، و10 تانيين وتحسب متوسطهم، و10 تانيين و10 تانيين، وافضل خد في عينات واحسب المتوسط بتاعهم. تعالى بقى بعد كده واحسب متوسط المتوسطات دي، هتلاقي ان المتوسط بتاع العينات دي اختلف وبقى اقل كتير من المتوسط اللي انت كنت حاسبه لما كنت اخد عينه واحده وداخل فيها بيل جيتس. مش بس كده، ده انت هتلاقي ان معظم المتوسطات متوزعه حوالين متوسط المتوسطات اللي انت حسبته، ومش متوسط وهمي زي اللي انت حاسبه في المره الاولى. بس هل ده
قطعا هو المتوسط الحقيقي للشركة؟ لا، برضو المتوسط الحقيقي ممكن يكون اكبر وممكن يكون اقل. وعشان تقدر تعرف او تحدد الرينج اللي موجود فيه المتوسط الحقيقي، لازم تحسب الخطأ المعياري او تشوف فترة الثقة. اعتبر بقى ان انت حجيت وحسبت الخطأ المعياري للعينات اللي انت خدتها دي كلها وطلع معاك $5,000. ده معناه ان بنسبة 68% المتوسط الحقيقي محصور ما بين $7,000 و$17,000، وبيسموا الرينج ده زي ما اتفقنا فترة الثقة اللي بنسبة 68% جواها المتوسط الحقيقي، او ال 68% confidence interval. وبنسبة 95.5% المتوسط الحقيقي لمرتبات الشركة هيبقى محصور ما بين $2,000 ل$22,000، وبيسموا الرينج ده برضو فترة الثقة اللي بنسبة 95.5% جواها المتوسط الحقيقي، او ال 95.5% confidence interval. ولو انت ليك في البحث العلمي وبتقرا بيبرز كتير، هتلاقي انهم دايما بيكتبوا 95% confidence interval مش 95.5%. وطبعا هما مش بيقربوا، الاحصاء ما ينفعش فيها تقريب، النص في المية ده ممكن يعمل بلاوي. بس كل الحكاية ان هما لما بيجوا ياخدوا ما بياخدوش اتنين خطأ معياري اللي فيه 95.5% من المتوسطات، دول بيجوا ياخدوا قيمة اقل شوية او بياخدوا 1.96% خطأ معياري. عشان كده دايما بتلاقي ان فترة الثقة في الاوراق العلمية 95% مش 95.5%. بس برضو لو بنسبة 95% المتوسط الحقيقي بتاعك من 2,000 ل 22,000، فالرينج ده كبير جدا، واحتمال انك تلبس احتمال وارد، وبالتالي انت محتاج تقلل الرينج ده. وعشان تقلله كل اللي هتعمله هتاخد عينات اكتر، واحنا اتفقنا ان كل ما العينات بتكتر الخطأ المعياري بيقل، والرينج اللي موجود فيه المتوسط الحقيقي هو كمان بيقل، زي حالة الظهرين والتلاتة. بس لحظة، انت كده هتقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ما انا اسهل لي بدل ما اخد كل العينات دي واحسب لكل عينه منهم المتوسط، ما ناخد مرتبات الشركه كلها واحسب المتوسط الحقيقي وخلاص. ما كده تعب وكده تعب. هقولك انت فعلا ما بتكدبش، الموضوع غاية في الارهاق، بس مش هي دي الطريقه اللي الناس بتشتغل بيها. ده انا بفهمك بس. نيجي بقى للطريقه الثانيه او الحل الثاني اللي اسهل بكتير من الحل الاولاني. انت تاخد عينه واحده بس من مرتبات الشركه كبيرة نسبيا ما تقلش عن 30 شخص وتعمل لهم بوت سترابنج. ويطلع ايه بقى البوت سترابنج ده يا سيدوني؟ هتاخد 30 مرتب عشوائي من الشركة وتاخد 10 منهم بشكل عشوائي وتحسب لهم المتوسط، و10 تانيين وتحسب لهم المتوسط، وكمان 10 و10 كمان. افضل بقى كرر الموضوع ده 1000 مرة 10,000 مرة على قد ما تقدر. كل ما زودت كل ما هديك نتائج افضل. حتى لو في قيم معاك اتكررت واتاخدت اكتر من مرة، مادام شغال بشكل عشوائي ما تقلقش. وبنفس الفكرة خد متوسط المتوسطات دي واحسب تشتت باقي المتوسطات عنه او الخطأ المعياري، واحسب فترات الثقة اللي بنسبة 68% وبنسبة 95% بيتواجد فيها المتوسط الحقيقي. وخد بالك انك حتى لو اخدت مرتب بالجيتس وحطيته في متوسط من المتوسطات دي، هتلاقي انه كقيمة بقى بيندر وجودها بين باقي المتوسطات، والمتوسط اللي جواه هتلاقيه مرمي اقصى من حالة توزيع وما بيأثرش على النتائج، او بشكل ادق ما بيأثرش على النتائج بشكل كبير زي ما كان بيأثر عليه لو كنت اخد عينة واحدة، لان انت اخد 30 مرتب، فاحتمال تواجد مرتب بالجيتس في عينة من اللي هتاخدهم عشوائي 1/30، يعني 3%. يعني تقدر تقول انه بنسبة 97% هيطلع لك بعيد عن المتوسط الحقيقي، يعني مش هتلاقيه موجود لا في اول ولا في تاني خطأ معياري، لان اخرهم 95.5% زي ما قلنا. بس لحظة برضو، معلش، انت عايز ناخد 10,000 عينة واحسب لكل عينة فيهم المتوسط؟ ما ده برضو موضوع مجهد جدا. هقولك يا حبيبي، ما انت بتعملش الكلام ده، في برامج احصاء مختصة هي اللي بتعمل الكلام ده، وفي ثواني. كل اللي بتعمله انك بتاخد عينة واحدة مكونة من 30 فرد، وبرامج الاحصاء هي اللي بتاخد العينات العشوائية وتحسب لها المتوسطات ومتوسطات المتوسطات والخطأ المعياري وفترة الثقة وكل حاجة، انت بتعملش اي حاجة. طيب يا عم شرف، انا بقى لا ليا في برامج الاحصاء ولا معايا كمبيوتر ولا حتى معايا آلة حاسبة، اتصرف ازاي؟ بص، هتلكك برضو في حل لسه في فترة ثالثة. احنا اتفقنا ان كل ما زاد عدد العينات كل ما قل الخطأ المعياري، او قل الرينج اللي موجود فيه المتوسط الحقيقي. وفي عندك علاقة مباشرة بتقدر تحسب بها الكلام ده، الخطأ المعياري بيساوي الانحراف المعياري مقسوم على الجذر التربيعي لعدد العينات. ولو خدت بالك هتلاقي ان عدد العينات في المقام، يعني كل ما زاد عدد العينات كل ما الخطأ المعياري بيقل، وشكك في المتوسط الحقيقي هو كمان بيقل. ولو افترضت انك اخدت عدد لا نهائي من العينات، فالخطأ المعياري في النهاية هيطلع معاك بصفر، يعني مش هيكون فيه معاك اي انحراف في المتوسطات، او هتكون متأكد بنسبة 100% من المتوسط الحقيقي. بس ايه يا عم شرف، ما انت برضه عمال تقول
العينات اهو. الوضع هنا مختلف، العينات في الحالة دي بيعتبرها الافراد اللي موجودين في العينة الواحدة. يعني كل اللي هتعمله انك عندك عينة واحدة في عدد افراد معين، وتحسب الانحراف المعياري للقيم اللي في العينة دي، وتاخد الانحراف ده تقسمه على الجذر التربيعي لعدد الافراد اللي موجودين جوه العينة، هيطلع لك الخطأ المعياري او الرينج اللي بيلعب فيه المتوسط الحقيقي. طيب تعال بقى نشوف الكلام ده هيتعمل ازاي على شركة مايكروسوفت. انت هتاخد عينة واحدة مكونة من 30 فرد ب 30 مرتب، وهتحسب متوسط مرتباتهم وانحراف باقي المرتبات عن المتوسط اللي انت حسبته او الانحراف المعياري، وهتاخد الانحراف المعياري ده وتقسمه على الجذر التربيعي لعدد الافراد اللي موجودين في العينة اللي خدتها او الجذر التربيعي لل 30، هيطلع لك الخطأ المعياري. قوم المتوسط والخطأ المعياري، انت كده عرفت توزيعة المتوسطات. وخلاص بقى انت مش محتاج اقولك ان خطأ معياري بيبقى بنسبة 68% جواها المتوسط الحقيقي، واتنين خطأ معياري بنسبة 95.5% موجود فيهم المتوسط الحقيقي. خلاص المعلومات ديت قدلت بحثا. بس برضو محتاج اقولك ان طريقة البوتسترابينج افضل من الطريقة اللي بيتم اللجوء فيها للقانون. المهم انك في النهاية انك عرفت بنسبة 95% هتقبض كام، وحسيت ان دنيتك ارتاحت وهتقبل الوظيفة. بس من فرحتك قررت بقى تشبرق على نفسك وتغير الموبايل بتاعك. فتحت سوق او امازون، لقيت ان اعلى موبايلين موجودين عليه الايفون 11 برو وسامسونج نوت 10 بلس. شفت تقييم الايفون لقيته 4.8 من 10، وتقييم السامسونج لقيته 4.5. انت للوهلة الاولى حسيت ان الايفون تقييمه اعلى، بس عشان انت فاهم ومدرك وبتاع احصى ما بتتخمش في الارقام، وعارف ان مش شرط التقييم الاعلى يكون الحاجة الافضل، وارد جدا يكون الفرق ما بين الموبايلين مش جوهري، وقررت تعرف هل الفرق ده حقيقي ومؤثر ولا الفرق ده ملوش اي لازمة. فكل اللي انت عملته لايك وشير وكومنت، اشتركت في القناة وفعلت اشارة الجرس، وقعدت تستنى الحلقة الجاية عشان تقدر تحدد بالظبط اي موبايل هتشتري فيهم. سلام.